السلام عليكم ومرحبا بكم في فيديو جديد. مرحبا بالناس جداد ديال الترحال اللي يلا باغيين يبداو هاد الدومين ديال الترحال. مرحبا بكم في هذا الفيديو. هاد الفيديو يعني بغيت كيما التساؤلات ديالكم باش نبدا، اش غيخصني، فين غادي نمشي. يعني هاد التساؤلات كلها ديالكم غادي نجاوبها لكم في هذا الفيديو ان شاء الله. إيه كما كتعرف الترحال يعني واحد الدومين اللي زوين زوين زوين، اللي مشحال فيه مشحال ديال الفوائد، يعني اي حاجه يعني صحيا ذاتيا فكريا فوائد كثيره، يعني بلا ما نقولوها كل شيء عارف ان الطبيعه هي اللي كتحكم على الشخص، يعني كتحكم عليك شخصيا بدنيا، انك كتعرف الذات ديالك كيفاش دايره، و تعلم شحال من حاجه وتزور شحال من بلاصه اللي ما عمرك ما شفتيها كتشوفها غير في التلفازه، تجرب شحال من حاجه، تعيش شحال من حاجه، وزيد وزيد. اول حاجه يعني الفكره ديال التريب، الفكره ديال التريب الا كنتي دري ولا دريه، الدراري يعني نقول لك واحد الفئه كثيره انهم والديهم كيقبلوا التريب. سير الله ولدي سير. الدريات شويه يعني الفكره ديال التريب صعيبه، ولكن الوالدين هما الاولين، نقولها لكم الوالدين هما قبلوا تبارك الله، وصلوا لهم الفكره بما كان، وريهم تصاور فيديوهات وصلوا الفكره ها كيفاش هذه تقدوا تبغاو تبداو مع يعني مع يعني فواياج اورغانيزي، يعني رحلات، يعني الرحلات الرحلات يعني تقدروا تبداو معاهم هما الاولين. من بعد ديك الساعه غادي تولي الفكره وتوريو تصاوروا الفيديوهات احنا فين مشينا هذه، يعني من بعد تقدري تريبي بوحدك تولي تشري الماتيريال، يعني من بعد يعني صافي الفكره دخلات لوالديكم موافقين، عندكم الوقت ديال الخدمه ولا الوقت ديال القرايه، الفليسات موجودين، تقداو الماتيريال المعدات ديال التريب فيها الروينه الكحله وباينين، غير كتمشي للمحل يعني بحال ديكاطلو بحال اي الناس اللي كيفرشوا في الارض اللي كيجيبوا داكشي ديال برا، وانتم غادي كل واحد في المدينه ديالو غادي يكون عارف البلايص اللي فيهم داكشي كيتباع في برا. اول حاجه بدا بداكشي اللي كيتباع ديال برا اللي كيجي، حتى تزير على شي بياسه خاصه، يعني عاد تقدر تمشي يعني المحلات التجاريه يعني ديكاطلو او اي بونت اخر. كيفاش تقدا؟ واش غادي يخصك؟ اول حاجه دير ورقه وستيلو، دخل الجروبات، يعني كاينين الجروبات تبارك الله غادي المساعده، غير تقول اش خاصك كلشي غادي يعاونك. الجروبات تشوف عباد الله اش كيهزوا معاهم. اول حاجه يعني الحوايج الرئيسيه اللي غادي يخصك، يعني خصك طابيه 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 الانواع والاشكال. كاينين الطابيات العاديه اللي كاينين في الديكاتلا معروفين، هذوك اللي فيهم نيكلاج وبونجا هي ويعني ساهله في الطويه. عندك الطابي اوتو كونفلاج، يعني هذه فيها بونجا لداخل وفيها واحد البارتيه هنا، وهنا غير كتحلها بوحده كتنفخ، يعني كتنفخ كتجبد الهواء، والبونجا الدخلانيه كتكوف الاوتوماتيك بوحده. عندنا طونت، يعني طونت فيها وفيها، يعني طونت ديال جوج البلايص ثلاثه البلايص. من الاحسن قلب على الحاجه خفيفه خويا ولا اختي، حاجه خفيفه طابيه شي حاجه خفيفه، ديما وزنو باش ما تكرفصوش في الساك ما تكرفصوش فيه، ديما اي حاجه عاشقه هي الاخرى، عزل العاشقه الخفيفه. طونت كما كتعرفوا طونت فيه الانواع والاشكال والاثمنه والبونكازيو جداد، تقدر تبدا يعني الا ما تلفتي تقدر تبدا بهذيك اللي كاينه في الديكاطلو، كدير 300 درهم كلشي كيستعملها في البرد في الشتاء، واخا يعني ماشي شي حاجه برو، ولكن تقدر تبدا بها كدير 300 درهم جديده. يعني عندك الطابيه طونت يعني ديال البلايص اللي بغيتي، بلاصه جوج بلايص
اهم حاجه هو الساك. في الساك خاص تبغي تختارو، اختار الساك المليح يعني اللي ما غاديش يكرفسك، حيت هادشي كلشي غادي تهزو هنا وغادي تضربو لك على كتاف. الساك يكون واقف، يعني واقف يكون فيه الحديدات، ها نتوما واقف واقف يعني يكون واقف الظهر ديالك، ماشي داكشي اللي ما فيه الحديدات كاع تقول لي تلح لك على الظهر ديالك. ديما واقف ويكون ليطر ليطروات، يعني هو كيتوزن بالليطر، يعني 50 لتر و 60 لتر على حسب الايام. يومين عندك 45 لتر، يعني اكثريا دابا كيشري ساك، يعني الا جيتي تشوف الايام ولا داكشي ما خاصك سبعه السيكان، كل ساق ديال يومين، ساق ديال سيمانه، ساق ديال ديال 10 ايام ولا 15 يوم ديال الطراجي 15. المهم انا عندي هذا الساق ديال فيه 70 لتر زائد 10 لتر هي 80 لتر. انا كندير الطراجيات يعني طوال، يعني من 5 ايام حتى ل 15 يوم. هذا تبارك الله كيكفيني، كيهز ليا كلشي. حتى من بعد ندير شي فيديو خاص به حتى هو كيفاش تختاروا، كيفاش يعني الماتريال تحطوا فيه وزيد وزيد. المهم اهم حاجه هو الساك يكون بونج 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 هنا بونج هنا، يكون واقف. يعني عندنا الطونت، عندنا الطابيه، عندنا الساك، عندنا ساكوشاج. اهم حاجه الساكوشاج، الليل يا الليل البرد ديال البرد. كاين ديال الفصول، يعني ساكوشاج هو هذا اللي حليناه طويل وكتدخل فيه، وفيه السلسله من هنا السلسله من هنا، وكاين اللي فيه كتبقى يبان غير الراس ديالك، كاين اللي فيه كيبقى حدو هنا وكت يعني من تحت لهنا. والساك بما كان كبير بحال هكا، بما يعني البرد، بما غادي وكيصغر، بما ديال الصيف. هادي فكره خشيوها في بالكم، يعني بما كبار بما ديال البرد، يعني كتزاد فيه الصوفا وكيتزاد فيه القطان ولا داكشي اللي كيكون فيه الداخل اللور. على حساب الفصول، كاين ديال الفصول يعني الصيف، يعني خصك ديال الصيف ديال 15 درجه وغادي وانت غادي جاي، على حساب الفصول. يعني وقت البرد خصك البرد والثلج، يعني وقت الليالي الجامده كيف كان صفر درجه ورجع اللور، ناقص واحد ناقص جوج وسير اللور. هاد الأربعة الحوايج، واحد جوج ثلاثة أربعة، هما أهم حاجة خاصك تقداهم وتحيدهم عليك وتحطهم، أما ماشي الآخر كيبقى تناول. يعني زيدك البوطة، هادي عرفتو، هاد كومبين كاز فيها الأنواع والأشكال، كاين هاديك اللي كلها حديد من هنا مغطية ما كتبانش. الكومبين كاز عندك هذا سميتو الريشو، وهذه سميتها كومبين غاز كارطوشه، يعني كتشونج هذه كتقاد عليك، كتحل هذا، كتحيد هادو هاد اللعيبات، كتبدل هذه، كدير 10 دراهم 240 على حسب الماركات، كاينه الدوريجين وكاينه الميتاليز. الدوريجين كومبين غاز مكتوبه فيها، مكتوبه فيها كومبين غاز 240، العاديه كدير 10 دراهم. يعني الجميله عندك الجميله ثاني، جميله فيها وفيها القوامل، تهز جميله من الدار صغيره ديب خفيف، شي حاجه خفيفه خفيفه، ديما الالمنيوم شي حاجه خفيفه. جميله منها غطايه هذه النوع، منها ديال الكوشوه، منها غطايه ومنها مقلي، يعني كتقلي فيها البيض هنا، يعني ديال يعني شخص شخصي، يعني على حساب داكشي غادي وكتشوف الزياده والنقصان. عندنا هادشي المعدات اللي كنهضرو دابا على الطبخ، يعني ديال الطبخ عندك عاشقة، فورشيط، موس، موس ديال سميتو دهين، هادي باش كت يعني البيض تحرك بها باش ما تجرحش الكاميلا بالفورشيط ولا بالعاشقة. من الأحسن تكون عندك شي وحدة بحال هادي ديال العود، يعني تكون دير ليهم شي بوشيطة ديالهم فين كتجمع داكشي، بوشيطة تعطى الله بوشيطة بحال هكا وتجمع داكشي. عندنا بريكا، يعني بريكا تجمعهم تاهما، بريكات شي طاسه صغيره. عندنا بريريد والكيسان ديالو، من الاحسن كيسان كيتهرسو، ولكن الا عرفتو القالب كيفاش تدخلوه هنا، تدخلوهم هنا وديروا لهم شي لعيبه باش ما يتهرسوش، احسن ديو الكيسان ولا غراف، يعني هاد الغراف ديال الحديد يعني يطيح ما يتهرس ما والو. موجودين هادشي كلشي غادي تلاقاوها، يعني هادشي ديال
ديال اللي كيبيعوا شي ديال برا، ديال برا بحال هادي كتسوى غير 60 50 45 درهم حتى ل 100 درهم، 150 درهم، 150 درهم تقدر تلقاها جديده ب 150 درهم. يعني كتبدا من 30 وانت هي طالع 30 درهم، 35 40 45 وانت والشطاره ديالك، انت والشطاره ديالك. دزنا المعينات، يعني هادشي ديال المعينات يعني ما قل ودل، كنوريكم ما قل ودل. عندنا هاد الطاسه اللي داير فيها انا، دير فيها البرا، داكشي البياس صغير، البرا خيط مقص طفار، يعني داكشي صغير، قفيل صغير على حسب لا طون ديالك. بغيتي تضرب شي دوره من نواحي ديال شي بلاصه طلع الصومي، كلشي كتجمعو في هاد الطاسه الصغيره. يعني كلشي كلشي كلشي، داكشي البياس اللي خصك ديال التليفون باش كتحل بلاصه لاكارت، يعني كارت ميموار زايده، برا خيط فيليل، يعني داكشي الصغير. هاد اللعيبات حتى هما تحتاجهم، هادو ديال ها هما الا عرفتيهم، يعني ديال الاوراق وداكشي كيكون في المكتبه بحال هادو، هادو تحتاجهم في تحتاجهم مقبط، يعني ترجع مقبط، مقبط يعني تنشر شي حاجه وديرو مقبط. تقدر يعني حليتي شي ساشيه شي لعيبه وما عندكش باش تسدها، كتسدها بهادي، هادو كيرفعو مزيان. وعندنا يعني في الليل، الليل اللي باش تحتاج اضاءه، اضاءه ليليه، يعني بي ديال الراس، بي ديال الراس بحال هذا ديكاتلون موجودين كيتباعوا في الاسواق ثاني، داكشي كيبيعوا لامبات وتخربيق ديال الاضاءه، تلاقى عندهم بحال هادو حتى هو الانواع والاشكال كاين ديال 50 60. من الاحسن تشري بحال هذا الشيء جديد اللي باش يصبر ليك داكشي ديال الاضاءه. عندك لامبه ديال يعني ديال البونت حتى هي مزيانه، هذه هذه خدتها من عند صحاب الحوانت هنا، موجود بحال هادشي يعني 15 درهم 20 درهم. عندك بيل حتى هو فيها بيل وفيها لامبا يعني وسط لاكونت، يعني هادشي موجود. هادشي عندنا تاني يعني خريطه، خريطه ديال المغرب، يعني باش تشوف البلايص اللي كاين فيهم نتايا واللي بغيتي تمشي وتعقل على البلايص. هاد الخريطه كدير 75 درهم، خدتها في مرجان، هادي كاينين في المكتبات كيتباعوا. عندك مذكرة وستيلو حتى هو، حتى هو تهزو معاك. عندنا الشحن، يعني الشحن ديال التليفون ديالك ضروري، هذاك خاصك تهزو لاباراي التليفون اي حاجة هزها معاك. عندنا يعني انا 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 انا, أنا واخد هادي شوية غالية شوية، يعني هادشي خاصك تعط حتى دير شوية وتجمع شوية الفلوس وتاخد طاقة شمسية. هادي طاقة شمسية ديال 28 ديال 25 واط، ماشي 28 واط، يعني فيها بلاصة جوج يوزبيات، بلاصة جوج يوزبي تشارج جوج تيليفونات و يوزبي، و هدا ديال يعني ديال فيمي ديال الطونوبيل، يعني تهزو معاك. هدا علاش، هدا إلا كنتي مع شي واحد في الطونوبيل لصقو ليه تما كاين وقول ليه خويا شارجي تيليفوني معاك. هدا تا هو إلا دخلتي شي دار ولا شي قنت شي حانوت ولا شي لعيبة تا هو تشارجي بيه. باور بانك، باور بانك فيها ديال 10000 مليو امبير، وكاينه ديال 20000 مليو امبير، وهادشي كيتبدا حتى هو من 100 درهم، 150 200، وكل الماركات هذاك الماركه زوينه وغاليه، ولكن غاليه انا كير واقيلا الى كانت السميه هي هذيك. انا واخد هذا، يعني هذا في 20000 مليون امبير، كيضرب ليا شي كيشارجي ليا التليفون شي 5 حتى 6 المرات، يعني كيضرب ليا واحد 3 ايام، هذا 3 ايام حتى 4 ايام كيهنيني في لاشارج. من بعد الا خاصني ثاني باغي نشارجي غنطلق الطاقه الشمسيه ونشارجي بها الباور، ولا نشارجي التليفونات، ولا ديما كنشارجي الباور في النهار وفي الليل كنشارجي يعني التليفون من الباور، يعني النهار كنشارجي هذه البلان عاد في الليل كنخدم بها هادي. هادشي اللي كان، هادشي اللي كان. وقريعة، قريعة ضروري، قريعة تا هي في ديكاتلون، عطا الله القرايع، ولازم معاك قرعة عادية، ماشي مهم تكون قرعة بروفيسيونيل. هو يعني الحوايج اللي مهمين وضروريين وتكون خفيف فيهم، يعني هادشي عاد زيد شي حاجة أخرى، غطاء الحماية، يعني داكشي الميديكال تهزو معاك، يعني الاسعافات الاوليه تا هما، وزيد وزيد وزيد، ومشحال من حاجه
تقدر تهزها معاك، ما بغيناش نطولوا الفيديو اكثر من القياس، يعني حتى يعني ان شاء الله ندير فيديوهات اخرين كل حاجه نهضر عليها، يعني بحال هاد الكومبينغ كازا فيها الانواع والاشكال، فيها ثلاثه الماركات كليك بيب فيلتاج يعني، وزيد ساكادوات ولي طونت كيفاش الطونت فيهم الانواع والاشكال، والطابيات فيها كونفلاج وطابي موس، طابي موس هي ديك ديال بونجا، طابي اوتو كونفلاج وطابي كونفلاج هذه اللي كتنفخها بالفم ديالك، يعني حتى هي كتنفخ كتولي كتكا يعني زوينه بالخده ديالها. هادشي كاع من بعد غادي نهضروا فيه ان شاء الله، وخليناكم هاد الساعة، وما تنساوش تبارطاجيو الفيديو باش ولا طاغيو الاصحاب ديالكم باش يستافدوا من هاد الفيديو. السلام عليكم.